برحب بيكم كلكم النهارده في مشاركه يوم جميل جدا اسمه الجرين داي في كليه الزراعه جامعه القاهره. بنرحب ايضا بالشركه الراعيه لهذا الحدث اللي هي شركه ايفر جرو، وبنرحب برضو بمندوبين من وزاره الشباب بيرعوا معانا الحدث بشكل كبير جدا، وايضا مندوبين من وزاره البيئه. طبعا انا بشكركم بشكل كبير جدا على وجودكم معانا النهارده، لان دي رساله هنوجهها للمجتمع التعليمي على مستوى الكليات والجامعات المصريه، الا وهي ان احنا فعلا عايزين يبقى في تكاتف بين الطالب، بين عضو هيئه التدريس، بين العامل والاداري في كل جامعه وفي كل كليه. ودي رساله واضحه عشان خاطر نقدر نشتغل مع بعض ونعمل تنميه كبيره جدا للعمليه التعليميه على مستوى جمهوريه مصر العربيه، بامكانيات بسيطه، باشياء بسيطه، نقدر ننهض بكل شيء امامنا. اولا انا احب ارحب بكم جميعا، وارحب ب زملائنا واخواتنا الدكتور هاني شيمي عميد الكليه وزملاء الكليه والاساتذه، وطبعا الطلبه والطالبات الموجودين معانا النهارده. النهارده احنا يعني اولا سعيد ان اكون معاكم، لان دي اولا جمعيتي، ثانيا اليوم الاخضر او الجرين داي، الاحتفاليه النهارده اللي انتم عاملينها دي مهمه جدا للتنميه والحفاظ على موارد الامم، واحنا في مصر يعني يجب ان نعي اهميه الحفاظ على الموارد الطبيعيه بتاعتنا وعلى الحفاظ على البيئه. الوعي في ما هي مكونات البيئه، بنتكلم على الوعي في اهميه الحفاظ على هذه المكونات في الاجيال القادمه او القدامه، وبالتالي يجب ان نعي ان احنا اذا ما كناش احنا النهارده هنشوف عناصر رئيسيه للموارد الطبيعيه الخاصه بينا، ازاي نحافظ عليها على مر العصور وما نستهلكهاش في فترات قصيره، وبالتالي ما نسيبش حاجه للاجيال القادمه، وازاي ان احنا نتمتع بيها في نفس الوقت ولكن نتعامل معاها باسلوب علمي واسلوب صحيح عشان نسعد في حياتنا وندي الفرصه لمن يأتوا بعدنا لانهم يعيشوا حياه كريمه ويستمتعوا ايضا بالموارد المعيشه. عشان نعمل الكلام ده هنتكلم على ثلاث اربع نقط اساسيه مهمه جدا بالنسبه لنا. اولا خلينا نتكلم على الحفاظ على الموارد الطبيعيه المحدوده. عندنا النهارده ميه، عندنا الموارد الطبيعيه موجوده في بطن الارض. احنا هنعمل يوم كامل عندنا عدة جذور مناطق مفتوحة. النهارده بنشوف للأسف بس مفيش أحسن تنمية اللي هي دون دراسة تنمية عشوائية، ينتج إن احنا بنتعامل مع هذه المناطق بأسلوب غير صحيح، نبني في مناطق زراعية ونبني على الأراضي الزراعية والمناطق اللي حوالين نهر النيل، أراضي شاطئية، وبالتالي لم يتبقى مناطق كثيره، ولم يعني النهارده تمشي على الكورنيش ما انتش قادر تشوف النيل. المواطن العادي ما هوش قادر، كل واحد بيبص ان انا يهمني ان انا يبقى عندي القدره ان انا ابني مبنى او ابني نادي او ابني مطعم على الكورنيش. المهم ان هو يبقى له الحق في ذلك ويمنع العامه من ان هو يصل الى الكورنيش، علما ان الكورنيش النيل او النيل نفسه ده محور بيئي ومحور ترفيهي هام جدا، وبالتالي يجب ان احنا نحافظ عليه. لما بنتكلم على الميه وبنتكلم على الغاز وبنتكلم على الاشجار وبنتكلم على الاعشاب، النتيجه يجب ان احنا نعلم ان عدم التعامل مع هذه العناصر المختلفه باسلوب علمي صحيح قد يؤدي الى هذه العناصر تدهور بها الحال، يعني ما تبقاش موجوده في سنوات. نعي ان منظومه البيئه المستدامه يجب ان يكون فيها الشق البيئي والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي. دوركم
انتوا كشباب كنتوا مستقبل بلدنا والوطن، انك انتوا واعيين بهذه النقاط، وانك انتوا تحفزوا زملائكم وعاتبوا الاخرين اما تلاقيه انه هو بيتعامل مع البيئه باسلوب غير علمي او غير صحيح. التعامل مع المخلفات الطالبة أيضا. النهاردة بنقول البلد للأسف مليانة تماما في كل حتة، ونلوم الدولة على أن البلد مليانة في كل حتة، ولكن ما ننساش أن الدولة طبعا عليها مسؤولية لا شك مما لا شك فيه، ولكن خليني أقول لكم أن الحمامة دي ناتجة من عندنا، يعني مش ناتجة من حتة تانية. أنا زي زيكم مواطن، إحنا بنسيب الصناعة بننزلها في الشارع، ممكن ما ننزلهاش حتى في اكياس مقفوله، وممكن يجي النقاش يفتح الاكياس، ممكن ننزلها في اي وقت في اليوم. في بعض الدول الغربيه الحمامه تنزل في مواعيد محدده وتنزل في ايام محدده، بعض الدول الغربيه في مناطق سكنيه الحمامه بتنام مره في الاسبوع، احنا عندنا حمامه في بعض المناطق في الجيزه يمكن ما تسمعوش الكلام ده بتنام ثلاث اربع مرات في اليوم الواحد. يعني يمكن كل ست ثمان ساعات. ومع ذلك ما بين الست ثمان ساعات بتلاقي اكوام من الحمامه موجوده ومتناثره في كل حته مره ثانيه، لان الناس تيجي ترمي وتيجي النقاشين يفتحوا الاكياس، واي حد معدي بيجي يفتح الاكياس عشان يفصل وياكل في نفس الوقت وياكل عناصر مختلفه اخرى عشان يقدر يبيعها ويكسب منها شيء. نقدر ندور الحمامه مره ثانيه. لو الموارد بتاعتنا كلها عدنا في حاجه اسمها صناعه المواد الاساسيه، او لو وصلنا الحديد وصلنا البلاستيك وصلنا الازاز وصلنا الورق، كل الكلام ده ممكن يدخل في التصنيع مره اخرى يمثل المواد الاساسيه في الصناعه، وبالتالي ما يدورش على الموارد الطبيعيه اللي احنا موجوده عندنا. انا مش عايز اطيل عليكم، ولكن هتكلم في نقطه اخيره هي موضوع المناطق المفتوحه والتشغيل. بيطفي نعمة على الإنسان، وبيطفي جمال، وبيطفي إحساس بالرحبة والحب والسعادة. ومع ذلك احنا بنلاقي نفسنا بنكسر الأشجار لا نعتني بالمناطق المفتوحة بتاعتنا، بل يمكن نبني عليها ويمكن نتعامل معاها بأسلوب لا يرضى. في أساليب كتيرة جدا للتنمية دي متوافقة مع البيئة. العالم كله النهارده كتير من الدول بيتوافق. نتمنى ان احنا طلبة في كلية الزراعة دعوا اهمية ومسؤولية الحفاظ على البيئة، اهمية المفروض هنا بالبيئة الخضراء زي الخضراء ان هي تبقى يعني انفايرمنتال فريندلي، يعني او صديقة للبيئة، صديقة للبيئة. يبقى احنا لا نهدر الموارد الطبيعية، لا نلوث، لا تسبب اي ضرر للمجتمع سواء على المستوى البيئي او الاجتماعي او الاقتصادي.